الأمريكية على اهتمامها بالفكرة. بشكر دكتور عمر مجازي على دعوتي، وسعيدة جدا إن محافظة القاهرة بتشارك النهاردة في مؤتمر فيه كل التخصصات وفكر مختلف ومتباين ومتنوع للحفاظ على القاهرة أو لخلق مدينة إبداعية ومواجهة التطور اللي بيحصل وإزاي كلنا نشارك فيه بشكل مختلف. الحقيقة أنا مش هاخد من وقتكم كتير، لكن أحب أوضح رؤية محافظة القاهرة بالنسبة للتغير اللي بيحصل حاليا في العاصمة، وبالنسبة للتغيرات الشديدة اللي حضراتكم أشرتوا بشكل متنامي جدا في الفترة الأخيرة. أنا عن نفسي كدوري داخل محافظة القاهرة هو أنا أدير الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة. طبعا ده اسم كبير قوي وصعب قوي وشغل كتير قوي، لكن الجميل في الموضوع ان ده ما كانش حاجة موجودة من فترة بسيطة، ما كانش حاجة موجودة من سنتين، هي نشأت فقط من سنتين نتيجة للحاجة إليها ونتيجة لتنامي الاهتمام بالتراث وتنامي الاهتمام بالعاصمة، وان احنا ابتدينا نستشعر الخطر اللي تم. المبادرات العمرانية والتعاون بين مختبر عمران القاهرة والجامعة الأمريكية، ويسعدني أيضا أن أشكر السيد نيت بوليتش عميد كلية العلوم النسائية والاجتماعية والجامعة الأمريكية بالقاهرة لشرفته بالمؤتمر. كما أشكر الدكتورة بكرة مصطفى والدكتور طلعت حليم شركائنا في مؤتمر الوسطى القاهرة الذي انعقد منذ سنتين، كما يمثل على متواصل بين المؤتمر المدن الإبداعية ومبادرات حسن الجوار نيبرهود مشكل. كما أوجه جزيل الشكر لكلاريسا إنكومو وشركائنا في مؤسسة فورد لدعمهم المستمر لهذا المشروع واهتمامهم واستثمارهم في مستقبل المستقبلات. يعقد هذا المؤتمر برعاية كل المجلس الثقافي البريطاني لكن كافي مدى مصر، جريدة منطقتي، جريك كامبس، دراجات عين، ومشاهد القاهرة كايرو أوبزرفر. وتضم اللجنة الاستشارية كل الدكتورة منى أباظة، لينا عبد الله، نيت بوبيش، محمد الشاهد، إبرة فريد، ماريا جوليا، مي الإبراشي، وخالد الخميسي. كما يظهر في عنوان الثقافة والفن والمبادرات الإبداعية بصفة عامة من جهة، ورواء الإحياء والتطوير العمراني من جهة أخرى. فقد تفرد القاهرة وتحديدا وسط البلد في السنوات الخمس الماضية بالعديد من التحولات السياسية والعمرانية والتي أثرت سلبا أو إيجابا في بنيتها الاجتماعية والثقافية وأيضا ماهية فراغها. كما تشهد وسط البلد حاليا العديد من خطط التطوير خاصة في الأعمال المصممين من مشروعات لإعادة الاستقرار في إطار رؤية أشمل للإحياء والتطوير تتشارك فيها السياسة الحكومية وشركات التطوير العقاري والاستثماري كما تفضل الدكتور.